نتوقف في فقرة ضيف عند اقتراح الملك محمد السادس قبل أيام، اقتراحه على قادة أفارقة القيام بمبادرة عملية تسمح بتقاسم التجارب للتصدي لوباء كورونا. للتعمق أكثر في الموضوع معنا من الرباط الدكتور محمد بن حمو الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية. دكتور بن حمو مساء الخير، مرحبا بك. هذه الجائحة غير المسبوقة في العالم أدت كما لاحظت إلى انغلاق جل الدول على نفسها ومنها الدول الإفريقية، إلى أين تتجه الأمور برأيك بالنسبة لهذا المنحى؟ فعلا ما يميز هذه المرحلة هي عودة الحدود الوطنية وعودة الدول إلى الانكماش. أكيد بأننا في مرحلة ارتفعت فيها درجة التهديد الصحي و يعني ما يمس الأمن الصحي بشكل كبير. هناك تهديدات مرتبطة بهذه النقطة، سواء ما يرتبط بالأمن الصحي والخصاص في الأدوية والمعدات الذي ينجم عن انكماش الدول داخل حدودها ومحاولتها الاكتفاء الذاتي وبالتالي عدم تصدير العديد من المعدات للدول المحتاجة إليها خاصة بإفريقيا. ويبدو أن تهديد محدق بالأمن الغذائي كذلك، لأن يبدو أنه قد يظهر هناك خصاص كبير في المواد الغذائية لنفس السبب، فبالتالي إغلاق الحدود له آثار كبيرة، لأن هناك إشكالية مرتبطة بالتصدير والاستيراد، ونحن نعلم بأن هناك يعني صادرات تحتاجها القارة الإفريقية سواء فيما يتعلق بالأرز أو القمح أو القطاني، وتبدو هناك يعني توجه نحو ارتفاع للأسعار، فبالتالي يعني محاولة الدول الغربية بالأساس وفي مناطق أخرى من العالم للحفاظ على المواد الغذائية داخل حدودها لضمان أمنها الغذائي ستتضرر منه مناطق أخرى في العالم كانت مرتبطة بها بما في ذلك إفريقيا. فالأزمة الصحية لكورونا قد تلد أزمة خطيرة في الأمن الغذائي بالقارة. طيب المغرب الوفي لسياساته دكتور بن حمو، تلك السياسات المبنية على التعاون جنوب جنوب، يمد يده لأشقائه الأفارقة من خلال مبادرة العاهل المغربي، ما تعليقك على هذه المبادرة؟ فعلا هي مبادرة متميزة، مبادرة لاقت ترحيبا وتجاوبا ولاقت كذلك إشادة كبيرة داخل القارة الإفريقية وخارجها. أكيد بأن مبادرة جلالة الملك هي متميزة باعتبارها يعني اقتراح لإطلاق مبادرة لرؤساء الدول الإفريقية بهدف من جهة إرساء إطار عملياتي يهدف لمواكبة الدول الإفريقية في مختلف مراحل تدبير هذه الجائحة، يعني هدف إيقاف انتشار هذا الوباء، وهي مبادرة واقعية كذلك حيث ستسمح بتقاسم التجارب والممارسات الجيدة لمواجهة التأثيرات المتعددة لهذه الجائحة. نحن نرى وكما ورد في المبادرة بأن هذه التأثيرات لن تكون فقط يعني ذات طابع صحي، ولكن هي تأثيرات صحية واقتصادية واجتماعية، فبالتالي هي مبادرة تهدف إلى تعزيز التضامن الإفريقي
تقوية العمل المشترك واتخاذ يعني تدابير مشتركة بدل العمل الفردي، هي تهدف كذلك إلى بحث مختلف السبل لتوحيد وتنسيق الجهود، وبالتالي هي يعني تندرج في إطار التعاون جنوب جنوب الذي ما فتئ يعني يعمل به وينادي به جلالة الملك ويفعله يعني ميدانيا في القارة الإفريقية. وتؤكد كذلك يعني طابع التضامن الإنساني مع الأشقاء في إفريقيا، خاصة أن بعض الدول الإفريقية للأسف تعاني من نقص في المواد والأجهزة الطبية، وهي يعني بحاجة كبيرة إلى تضافر هذه الجهود لرفع التحدي، وبحاجة كبيرة للاستفادة يعني من التجارب التي يعني المغرب في مواجهته لآفة وجائحة كورونا. ما هي الأصداء دكتور بن حمو التي خلفت هذه المبادرة الملكية إفريقيا وعلى مستوى العالم؟ أكيد بأنها كما قلت يعني كانت لها إشادة كبيرة داخل يعني القارة الإفريقية وترحيب كبير داخل القارة الإفريقية. لاحظنا يعني التجاوب الكبير الذي تعرفه هذه المبادرة، فهي مبادرة إفريقية من أجل إفريقيا، وهي يعني مبادرة تهدف خدمة وحماية الإنسان الإفريقي. ولكن لاحظنا كذلك بأن يعني هذه الإشادة وهذا يعني الترحيب تجاوز القارة الإفريقية للمنتظم الدولي، ولاحظنا بأن العديد من المنظمات الدولية والعديد من الدول يعني خارج القارة الإفريقية أشادت بهذه المبادرة الملكية التي يعني يمكن اعتبارها بأنها تهدف لحماية يعني الإنسان الإفريقي ولمواجهة آثار هذه يعني الآفة، سواء على الأمن الغذائي كما قلت وعلى الأمن الاقتصادي والاجتماعي. هي مبادرة متميزة، ولاحظنا بأن يعني وإن كانت هناك بعض المحاولات لمساعدة الخارجية لإفريقيا، فهي لم تحظى يعني بتلك الأهمية، لأنه تظل هذه المساعدات الخارجية في إطار يعني رهانات دبلوماسية واستراتيجية ربما لإضعاف الخصوم والتموقع أكثر منها لخدمة القارة. فبالتالي المبادرة هي مبادرة إفريقية من أجل إفريقيا. الدكتور محمد بن حمو الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، أشكرك جزيل الشكر.